الكل مستنفر والكل فرح باستقبال الأشقاء الخليجيين وبالذات المنتخب الكويتي اللي بيننا وبينه تاريخ عريق ببطولات الخليج. والعراق من دخل على بطولات الخليج كان ملح البطولة في حينها، واستمر الحمد لله أنه البصرة ترحب بهذا المنتخب الشقيق. إن شاء الله تكون هذه رسالة لكل الأشقاء الخليجيين أنه البصرة جاهزة لاستقبال خليجي 25 وإنجاحها وإظهارها بالظهور الحسن لكل العالم. نسميها البنى التحتية الساندة لإنجاح المدينة الرياضية. يعني شفت أنه البوابات 16 اكتملت كل مداخلها اللي سابقا كانت ما تشتغل، كان فقط بوابتين، كل اللي شفته أنجز من قبل محافظة البصرة، ويوجد طرق مكملة يعني من طريق القبلة راح يوصل إلى المدينة الرياضية وصولا إلى مطار البصرة. بعد هذه الجولة راح نشوف الطريق الرابط بين المدينة الرياضية ومطار البصرة الدولي.